is the nightlife. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Inch'Allah, يجيو لاعبين في الموديل بتاعو, في ثقافته, في تربيته, في أخلاقه, وفي لعبه. كان جوار من زفرت 10 سنين, موديل. والله العظيم, قبل المباراة عسلامة, وبعد المباراة تصبح على خير. اخر تصفيرة زفرت له عام 69 خاطر انا كملت هو هي الساتونيزيان الملعب التونسي والافريقي نص النهائي بتاع الكاس في جوان 69 مركز زوز اهداف في اربع دقائق سي ان جور موديل الله يرحمه ونعمه وعنده جاب ولد حكم هايل اما الحظ ما حبوش يعاونوه فهمنا نورمالمون سليم جديدي كانوا في كاس العالم 14 الله يهديهم أليمة وطيبة وميم طون على خاطر أليمة اللي نحيو فيها ذكرى نتاع أحد من رموز النادي الإفريقي ومع الأسف معناتها خسرنا زوز كيف ما قلت كبار برشا في كرة القدم التونسية المرحوم طاهر شايبي والمرحوم محمد صلاح جديدي في وقت ضيق معناتها ما فاتش شهر ونص وهذاك حكم الله ونقبل قضاء الله لكن كانت فرصة طيبة باش سمعنا تاريخ المجيد نتاع محمد صلاح جديدي ونتاع قدماء النادي الافريقي اللي عملوا معناتها احرف من ذهب كيف ما قلتها تاريخ النادي الافريقي وكانت انا شخصيا جيت باسمي وباسم رئيس النادي سليم الرياحي اللي هو واسم الهيئه المديره خاطر سي سليم الرياحي مع الاسف في الخارج اما قاعد يتبع كل قال يلزمكم تقوموا بالواجب وتمشيوا وعملنا كل ما يلزم والحمد لله وان شاء الله ديما نحيوا ذكرى هالرموز النادي وان شاء الله اللاعبين الجدد خاصه اللاعبين الجدد ياخذوا العبره من هالرموز هذيا ويشوفوا اللي الناس هذوما كانوا يترناوا وكانوا يلعبوا وكانوا يمثلوا الوان النادي وهما في ظروف صعيبه
وما كانش عندهم لا امور ماديه لا امور معناتها هك تشوف حتى الانفراستركتور ولا غيرهم كانوا يترينيهم مشاكل ويجيوا على ساقيهم ويعملوا الواحد ومالغريسا هزوا القاب كبيره ونحتوا تاريخ النادي. ان شاء الله الجيل الجديد يكون عنده ياخذ العبر وان شاء الله معناتها هم بيدهم يقوموا بدورهم ويقوموا ويهزوا القاب ويشرفوا النادي باش التاريخ يكتب لهم اساميهم زاده في المستقبل ويخليهم اللي هما يتفكروهم الجيل اللي بعدهم، خاطر فما لاعبين اللي يمروا مرور الكرام في النادي الافريقي ولا يهزوا حتى لقب ولا يشرفوا النادي وما نعرفش باش يتذكروهم. فرصه طيبه اليوم بمناسبه الاربعينيه نتاع المرحوم جديدي. شفنا اليوم تاريخ كبير تاع النادي، ناس قدمت الكثير للنادي الافريقي على مستوى الاداء، على مستوى النتائج، على مستوى التتويجات. ان شاء الله معناها نقول نتمنى انهم الجوناس تاع توا معناها يلزمنا نكبروا الحلقه اكثر، ثقافه الانتصارات لازمها معناها تتوسع في النادي الافريقي على مستوى الشبان وعلى مستوى الفريق الاول. ان شاء الله كنت تتمنى انه يكونوا حاضرين اكثر ناس، اكثر ملاعبيه كسواء من الجيل القديم او حتى من الجيل الجديد، باش يعرفوا فما ناس قدمت للنادي الافريقي. واليوم اذا كان القاعده الجماهيريه الكبيره الموجوده اليوم في النادي الافريقي راهي ناس خدمت عليها والناس هذه اليوم لازمها تتكرم. ما تصورش ان الجامعة نهار اخر تكرم جوارة كم الكلوب في الكلوب افريكا او في جمعيات اخرى؟ بطبيعة الحال احنا بيدنا قاعدين نخموا، فما المرحوم محمد صالح جديدي، فما المرحوم العظيم والكبير كذلك معناها الطاهر الشابي، واحنا على مستوى الجامعة قاعدين نخموا بصفة جدية معناها في تكريم هذين اللاعبين اللي ما قدماه معناها لكرة القدم مش للنادي الافريقي برك حتى على المستوى الوطني. والله الحقيقة شنو حسيت برشا حوايج معناتها الحقيقة فرحان على الاخر، زدت فرحت كي عرفت بابا معناتها قيمة بابا زدت عرفتها مليح معناتها الناس تحكي عليه شو حكاو عليه البالماريس نتاعو شو عملش في النادي الافريقي معناتها حوايج ما كنتش نعرفها، كنت فما اللي نعرفها ما نعرفوش زدت عرفت قيمته مليح. حسيت اللي بتاتر نجم في زمانه معناتها فهمتني، وحاجه فرحتني على الاخر والاسوسياسيون مشكورين جدا، النادي الافريقي مشكور جدا معناتها عملوا له الاربعينيه لهنا، حاجه فرحتني ومستني برشا. اليوم جمعيه قدماء النادي الافريقي تفكر في قدماها قدماء اللاعبين وفقدت لاعب دولي ولاعب النادي الافريقي كبير ياسر اللي خلى تاريخ عظيم وخاصه انه خلى ايضا تاريخ في جمعيه قدماء النادي الافريقي. فقدناه الناس كلها بيرحموا سي محمد صالح جديدي، وحاولنا ان باش ننظموا هالاربعينيه وكانت فرصة للقاء كل الأجيال، العديد من اللاعبين القدم جاوا وكل شخص ذكر الحاجات اللي كانت عاشها سي محمد صالح جديدي واللي حتى واحد ما ينجم ينساه، كان من الهدافين، كان من عنده أخلاق حميدة، كان لاعب مثالي وإن شاء الله ربي يرحمه. وهذه فرصة معناتها أخرى لقدماء النادي الإفريقي باش يتلاقاو باش ينجموا يربطوا العلاقات ما بين بعضهم وتكون عندنا تاريخ ايضا للجمعيه وعندنا معناتها سجل نسجلوا فيه كل البالماريس اللي صار سابق الكل باش يكون عندنا معطيات نجموا نمدوا بها الاجيال القادمه. This is the night life.